صباح النور مشاهدينا، وهنبتدي على طول بنصيحة اليوم النهاردة. نصيحة اليوم النهاردة هي عن الجذع. الجذع انه ازاي ان انا احطه في التمارين بتاعتي بتاعت الاسبوع. مهم جدا ان احنا نفهم لو هنستعمل مثلا او هنتمرن، عندنا وقت ان احنا نتمرن 6 مرات في الاسبوع، ممكن ان احنا نخصص ساعة منهم أو يوم منهم يكون للجذع. بس لو ما عندناش غير مثلا 2 3 يبقى مش لازم خالص إن احنا نمرن بس الجذع لوحده أو نديله يوم بحاله علشان نمرنه، ولا ساعة بحالها حتى، لأنه زي ما كنا بنقول مع ميلاد إنه الجذع احنا بنمرنه كده كده وبنستعمله، وحتى كمان بيقوى مع التمارين بتاعت الجزء العلوي والجزء السفلي. أوكي، فلو عندنا 6 أيام هنتمرن فيها ممكن نخلي يوم للجذع، بس لو ما عندناش ممكن نخلي تمارين الجذع في الآخر خالص، لو عايزين تخلوا like تمارين معينة تبقى في آخر الساعة بتاعتكم. أوكي يلا بينا دلوقتي. النهاردة هنبتدي بتمارين على إيدينا وركبنا، فعايزاكم تنزلوا على المات. هننزل الأول نخلي هنبقى في نسميها table top position أو كأنكم زي الترابيزة، هيبقى الريست بتاعنا تحت الكتف وركبنا تبقى بعيدة عن بعض سنة وتحت الهيبس بتاعتنا. أوكي دلوقتي من هنا عايزين نرفع رجلينا اليمين وإيدينا الشمال، يبقى عكس بعض، نطلع وننزل بالراحة، نطلع وننزل بالراحة. على قد ما تقدروا حاولوا تخلوا التوازن في النص، ما يبقاش حتى الناحية التانية بميل عليها، عايزاها تبقى مفرودة وبزق الأرض بعيد عني، ما ببقاش واقعة في النص. نعمل هنا نبقى ماسكين الجذع بتاعنا جامد بطننا وننزل بالراحة، شهيق لتحت زفير لفوق. 3 2 1. أهم حاجة إن احنا كمان نحاول ما نطلعش فوق قوي، مش عايزين إن احنا نطلع هنا فنخلي ظهرنا يقوس وظهرنا من ورا هيوجعنا. عايزة رجلينا تبقى مفرودة، إيدينا مفرودة، وكل حتى راسنا ما تنزلش لتحت او لفوق، تفضل في خط واحد مع ظهرنا وننزل تاني. يبقى مش مهم السرعه هنا، ولكن مهم ان احنا نعملها صح ونحس بكل العضلات ونمسك بطننا. شهيق زفير. 2 1. دلوقتي المرة دي هنرجع تاني للإيد اليمين والرجل الشمال، بس عايزين إن احنا ندخلهم نعمل كرنش نخش لجوه، يبقى كوعنا لركبتنا نطلع لبره. شهيق زفير. 3 2 1. الناحية التانية نبتدي من هنا، ما نبتديش من فوق زي ما قلنا، ظهرنا مفروض كل حاجة في خط واحد، ونعمل كرنش شهيق زفير. 3 2 1. وننزل بالراحة. اوكي دلوقتي عايزين ان احنا نعمل تمارين الجذع بس من غير حتى ما ننزل لسه على ظهرنا، عايزاكم تلفوا. هنعمل حاجة اسمها Russian twists. اوكي يبقى التويست زي ما انتوا عارفين، التويست هي ان احنا نعمل تويست ناحية من ناحية. اوكي في طريقة سهلة وفي طريقة صعبة، فدايما دايما ابتدوا بالسهلة الاول قبل ما تروحوا للأصعب. الاول هنبتدي بركبنا على الأرض، هيبقى رجلينا هيب ديستنس بنسميها، او يعني تبقى بعيدة شوية عن بعض، وبعدين هنرجع لورا سنة، هنحط ايدينا ورا ركبنا، نرجع سنة لحد ما نحس ببطننا ابتدت انها تشد. مهم ان احنا ما نحسش باي وجع في ظهرنا من تحت، ناخد ايدينا مع بعض شهيق وزفير الناحية، وكل ما تكونوا ان انتوا بتسرعوا الشهيق والزفير بتاعنا هيبقى اسرع بكتير، كأننا بنعمل كارديو. اهم حاجة ان احنا ما ناخدش كوعنا للناحية التانية، بقى انا مش عايزة كوعي ان هو يروح بعيد للناحية التانية، انا عايزاكو بس تلفوا تبقى ايديكو جنبكو وترجعوا تاني جنبكو ترجعوا تاني، واهم حاجة ان احنا ما نحركش ركبنا. فكده غلط، عايزين ان احنا ركبنا تفضل ماسكة جامد، ماسكين عضلاتنا، والحاجة الوحيدة اللي بتتحرك هي جسمنا من فوق.
دلوقتي عايزه ان انا اصعب التمرين ده، لقيت ان انا خلاص قعدت حبه بعمله، لقيت انه خلاص الجذع بتاعي بقى اقوى، هعمل ايه؟ هرفع الاول رجل واحده اعملها كده، بعدين لقيت ان ده بقى سهل دلوقتي، هرفع رجلي الاثنين وابتدي ان انا اعمل الراشن تويست ورجلي فوق كل مره. ثلاثه اثنين واحد. دلوقتي عايزين ان احنا نعمل الماونتن كلايمرز. يبقى عايزاكم تيجوا، يبقى انتوا شايفين انا باخدكم فوق لتحت فوق لتحت. اوكي هندي للريست كل شويه بريك وبعدين هنرجع تاني نبقى قاعدين. يبقى من ماونتن كلايمرز هنبتدي الاول في بلانك. يبقى عايزين نوقف مع بعض، نرجع الاول نمشي هنا، نعمل الووك اوت، هنمسكها هنا. دلوقتي عايزاكم تاخدوها الاول بالراحه، يبقى ركبتنا هتخش لجوه، واهم حاجه نفس الحاجه البوزيشن او التكنيك مهم جدا علشان ما نصعبهاش علينا. لو طلعنا ايدينا هنا هي مش غلط بس هتبقى اصعب بكتير، فاحنا عايزين الريست بتاعنا يبقى تحت الشولدر ونبقى زقين جسمنا عن الارض مش نازلين لجوه هنا. اوكي كل حاجه كل عضله ماسكينها جامد، هندخل لجوه الاول، نبتدي بالراحه وبعدين هنسرعها. كأنكم بتجم. اوكي دلوقتي عايزين نلف تاني نقعد. من هنا عايزين ان احنا نشتغل على الجزء اللي تحت او اللي هي اللور ابس بنسميها، ودي بتبقى من اصعب الحتت اللي احنا بنقلل فيها الفات، ولكن للاسف زي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا ما ينفعش نعمل سبوت ريدكشن، يعني مهما عملتوا تمارين الجلد مش هنخس فيها، لانه ده بيكون في حاجات كتيره جدا، النوم والاكل والتمارين كلها لازم نواظب عليها علشان نخس كليا. اوكي يلا بينا نرفع رجل وننزل رجل. ارفع لفوق ثلاثة اثنين واحد. alright وخدوا بريك. alright دلوقتي من هنا هنرجع تاني وهنوصل للالبو بلانك المرة دي. دلوقتي عايزين نبتدي وهو سهل الأول، زي ما قلنا دايما نبتدي بالسهل وبعدين كل ما يبقى سهل بالنسبة لنا نصعبها سنة. مهم جدا إنه كوع يبقى تحت الشولدر، يبقى ركبي بعيدة عن الهيبس بتاعتي فما بقاش في تيبل توب، يكون اسمها push up position، بكون زقة ظهري عن الأرض ما بقاش وقع لجوه، ماسكة بطني وامسكها هنا كذا ثانية، وبعدين كل ما يسهل كل ما أعرف أطلع هنا وابتدي أعمل تمارينات مختلفة بالألبو بلانك، أنزل وأطلع أو أخدها من جنب لجنب، نتنفس ثلاثة اثنين واحد، وبعدين نطلع بالراحة ونرجع لحد فوق. اوكي دلوقتي اخر حاجة قبل ما ميلادي يخش هننزل هنا هنعمل البايسيكلز. يبقى مهم جدا ان احنا نرجع لورا خالص على ظهرنا وهنبتدي ان احنا نعمل تويست ونتنفس. دلوقتي مهم جدا ان ظهرنا من فوق ما يتحركش بس الالبوز هي اللي بتتحرك. ثلاثة اثنين واحد. alright دلوقتي عايزين ان احنا نتنفس هنا، هنرجع تاني للتيبل توب بوزيشن، الريست يبقى تحت الكتف، هناخد ايدينا ورا ودنا وهنعمل تويست، نعمل شهيق زفير شهيق زفير. ثلاثة اثنين واحد، نعمل الايد الثانية شهيق زفير. ثلاثة اثنين واحد، نطلع فوق بالراحة
وزي ما بقول لكم دايما حاولوا دايما تعملوا التمارين دي مرة كمان. سمعت شو قالت؟ يعطيك العافية، شكرا لك على كل هذه النصايح والتمارين المهمة جدا. شكرا سهر.